مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن حاكم البلاد الأمير صباح الأحمد الجابر صباح سوف يسافر إلى واشنطن يوم الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا للبيان الذي نشرته الوكالة، سيلتقي أمير الكويت بترامب في 7 أيلول سبتمبر. يأتي الإعلان بعد يوم من اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان، حثه خلاله على إنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أشهر مع قطر. لقي 68 فردا من تنظيم داعش على الأقل مصرعهم في عدة عمليات قصف للقوات العراقية في غرب محافظة الأنبار غربي العراق، وفقا لمقال مصدر عسكري. وبحسب قيادة العمليات المشتركة، فإن وزارة الداخلية قامت بعملية عسكرية تحت إشراف خلية استخباراتية استهدفت 4 مواقع للتنظيم في هذه المنطقة والتي لا تزال تخضع لاحتلال تنظيم داعش. يواصل الحرس الوطني عمليات الإنقاذ في ولاية تكساس الأمريكية رغم تراجع الأمطار الغزيرة قليلا وانخفاض مستوى المياه تدريجيا. ويكشف هذا الانخفاض حجم الأضرار المادية التي يمكن أن تبلغ قيمتها بين 20 إلى 30 مليار دولار. حذر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب من أن حوالي 50,000 متشدد يعيشون في أوروبا، من بينهم 35 يعيشون في بريطانيا. وأوضح المسؤول الأوروبي أن 3,000 ممن تم ذكرهم هم مدرجون ضمن الأفراد المقلقة لدى المخابرات البريطانية، فيما يتم تتبع 500 بشكل دائم، محذرا من احتمال شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما إلكترونيا على محطات للطاقة النووية أو أنظمة للمراقبة الجوية في غضون 5 سنوات. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا وأن المرحلة الانتقالية لن تجري معه. وأشار لودريان في حديثه لإذاعة لوكسمبورغ إلى أن الحل هو في التوصل مع مجمل الفاعلين إلى جدول زمني للانتقال السياسي، يتيح هذا الجدول وضع دستور جديد وانتخابات. كشف علماء بمعهد ستوكهولم للبيئة أن الأرقام الواردة في نتائج الدراسة تظهر أن التعرض لفترة طويلة لتلوث الهواء بالأوزون خارج الأماكن المغلقة هو مسؤول عن وفاة حوالي شخص من مجموع 5 أشخاص متأثرين بأمراض الجهاز التنفسي في شتى أرجاء العالم. كما أظهرت النتائج أن المستويات جاءت أعلى بكثير من تقديرات سابقة أشارت إلى وفاة مبكرة لنحو 400,000 شخص بسبب أمراض الجهاز التنفسي. شكراً. We'll be right back.